خلينا نبعد شوي على اصحاب المخابز العصريين. كاصحاب المخابز بصفه عامه، الازمه كيفاش تقيموها؟ شنو هي السبب نتاعها؟ كنا لبس علينا، كنا ما نصورش كان فما موضوع كبير على غياب الخبز او حديث على اسعار الخبز. في ليله ونهار نلقاو احنا نحكيوا على انه يا اما الخبز مفقود يا اما سمو باش يطلع. شكرا بارك الله فيكم على الاستضافه. بالنسبه انا باش نبدا من الاخر ونرجعوا معناها في الموضوع هذا نتاع الانعدام نتاع الخبز والا الفقدان نتاع الخبز والنقص الكبير على مستوى معناها المواطن التونسي اللي ولا يتضمر من وجود الخبز. فما قرار تعمل من وزاره التجاره، قرار بعد يعتبر هو في نوفمبر 2020. كانوا المخابز العصريه كنا نتزودوا من اللي سورس العاديه من المطاحن، ناخذوا في الكميات الكافيه نتاعنا، وثم بعض ملوخيان ياخذوا من المطاحن، واذا ما عندوش معناها ما يكفيه يمشي للفضاءات معناها الجروسيست ياخذ من عنده. جاء القرار هذايا عمل لنا اجبرنا ان ما نزودوا كانش من المطاحن، ممنوع علينا ناخذوا كان من المطحنه. مش انه معناها القرار هذايا فيه انه يلزم اجباريه انه المطحنه تزودنا. يعني بياج وانا فقت بها اللي هي معناها مقصود. احنا في تاريخ معناها سبق فما الغرفة نتاع المخابز التقليدية اللي هي معناها بطبيعة الحال غرفة وطنية ويخدموا ربي يعاونهم، احنا ما عندناش معاهم حتى إشكال، هم ممكن ما عندهم إشكال معنا، احنا ما عندناش حتى إشكال. لكن فما في اثنين مناسبات على الأقل أعلنت على جريف معناها على إضراب مفتوح. الإضراب المفتوح نحن كأصحاب قطاع جدد خدمنا ووفرنا الخبز للشعب التونسي وما صارش معناها حتى بلبلة وحتى مشاكل، وكانت المطالب نتاعهم انهم يسكروا المخابز العشوائيه، يسموا فينا عشوائيه، معناها اسم لا يستقيم واسم نتاع ناس معناها ربي يهديهم. لا يستقيم انك تحكي على حاجه عشوائيه وانا عندي البطين نتاعي وعندي السجل التجاري نتاعي. سي عبد الكريم لهنا السؤال المواطن التونسي يمكن انت تحاول تفسر له، لكن المواطن التونسي يقول انه المخابز العصري هي من تسببت في الازمه هذه، يقول لك انه اليوم هي اللي غلت في الاسعار، صحيح ما تخش في الدعم لكن تسبت في برشا مشاكل ودخلت الموضوع بعض. المواطن التونسي حاشاه واكبر دليل انه المواطن التونسي عنده اقبال رهيب علينا نحن هذا كلها معناها يسوقوا فيها الجهه الاخرى، حتى الفي تي ار نتاعكم معناها تشوف في الحاله هذيك، هذيك مخبز غير عصري. انا كي نشوف الحاله هذيك نشوف معناها الايطال اللي هي معناها الظروف اللي تخدم فيها الخبز نقول لك هذيك غير عصري. فهمتني؟ المخابز العصريه تخدم في نورم عالميه، تخدم معناها في ماده في جوده عاليه نظافه. نرجع نحن للمشكل الاساسي اللي حبيت نوصل لك به. للاسف الشديد انا ما نحبش نوجه التهم، لكن للاسف الشديد فما معناها لازم النقاط تتحط على الحروف تويك. انت كوزاره التجاره انا نحب نوجه لهم سؤال المنبر نتاعكم. قرار كيما نوفمبر 2020 شنو فيه هو؟ اجباريه انه المخابز هذه تتزود من المطحن، علاش؟ فسر لي انت علاش؟ ماني كنت انا ناخذ ما عند جروسيس بالصوم ريال نتاعها ناخذ فيها كيما اي مواطن تونسي. معناها للنجم نحتفل، فما شكون يسوق اللي احنا نحتكروا، كيفاش نحتكر؟ تينا ناخذ فيها بسومها الحقيقي. لهنا فما اتهام انكم ما تخرجوش في الفارينة الموجوده عندكم تخبيوا فيها. انا كيما نخرجهاش خدامتي شنو باش نخدمهم؟ خدامه نتاعي شنو باش نخدمهم؟ ما نخرجهاش شنو معناها؟ معناها باش نسكر المحل نتاعي نقول ما عنديش فارينة. انا ذوك منين باش نخلص؟ اكبر معناها مغالطات علينا نحن واقعه ما فماش، مستحيل مستحيل تلقى صاحب مخبزه عصريه حتى عنده خمسة شكاير يدورهم باش يخدمهم معناها يخدمهم خبز، مستحيل تلقى. شكون اللي عنده الاشكاليات؟ الناس اللي معناها خليني نكمل لك معناها وقت اللي احنا ولينا اجباريه اننا نتزودوا من المطحنه. المطحنه ما عادش تزودنا. وضع تبعنا شهير اثنين ثلاثه اربعه خمسه واحنا عندنا معناها تحفظ واعتراض كبير عليه القرار نتاع نوفمبر 2020 لانه لكن تعاملتوا به يعني بقيتوا تخدموا بالقرار هم مكره اخاك لا بطل. مشينا انا واحد من الناس كنت ما نتزود بنسبه 100% في المخابز نتاعي مت الفرينه والسميد من المطحن. عندي 10 سنين وانا نتزود بانتظام تام، نكلمهم بالتليفون يبعثوا لي سلعتي ما عندي حتى قلق. ملي هبطنا القرار هذايا والضغوطات نحسوها على المطاحن باش ما تزودناش. وضع تو انت لهنا وزاره التجاره الضغط شكون يقوم به؟ الضغط من الوزاره لان الوزاره هي اللي توجه.